بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف السادس الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا فاينل تيست نمبر 18 أو النموذج 18 من كتاب جيم، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة لكوشن نمبر 1، sometimes the noise leads to losing space in our work. sometimes يعني أحيانا الضوضاء بتفقدنا إيه أثناء العمل. preparation الإعداد، persuasion اللي هو الإقناع، concentration اللي هو التركيز، delegation اللي هو الوقت، طبعا concentration. نمبر 2، it's difficult to find germs as they are space. يعني صعب ان احنا نحارب الجراثيم لانها sensible يعني حساسة، visible مرئية، invisible غير مرئية، suitable يعني مناسب. طبعا invisible يعني غير مرئية. You should be in a gale if the weather was very. طبعا we would be، هنكون we would be in a gale، هنكون في عاصفة هواء. if the weather was very windy، عاصف رياح، ولا snowy يعني طبعا snowy سليج، ولا hot حار، ولا rainy طبعا windy يعني رياح. windy اللي هو رياح يعني عاصفة هواء. The new employee الموظف الجديد knows that getting promoted quickly is based his work his hard work. يعني لما يترقى بسرعة هيعمل ايه في عمله بالجد. gives of يعني ينبعث، works out work out يعني يحل، results in ينتج، results إن ينتج عن، depends on يعني يعتمد. يبقى عندنا هنا depends on يعتمد على الهارد وورك، يبقى الترقية بتعتمد أو بسرعة بتعتمد على الهارد وورك، العمل بجد. An efficient teacher doesn't silence the students but he speaks them. طبعا المعلم الكف ما بيسكتش الطلاب بتاعه، but he spoils يعني بيفسدهم، disciplines يعني بيضبطهم، honors بيكرمهم، punishes بيعاقبهم. طبعا but he disciplines them يعني المعلم الإفكتيف الكفء مش بيسكت الأولاد، ولكن هو بيسيطر عليهم أو بيضبطهم. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and space a book. أنا شفتك أمس في المنتزه. You were sitting، كنت جالس، on the grass على العشب، and space a read، وبتقرأ كتاب. طبعا هنا إيه؟ and read ولا reading ولا is reading ولا hadn't. طبعا الفعل هنا هيرتد على الفعل sitting، يبقى إيه؟ reading. reading هيعود على sitting، الverb هيكون في ing. I have written the email but I space it yet. أنا بكتب الإيميل ولكن أنا ما بعتوش حتى الآن. طبعا يت هنا مضارع تام. فين المضارع التام عندنا هنا؟ letter D. I haven't sent yet من علامات المضارع التام في الجملة المنفية، have or has والتصريف الثالث. There was an accident in the street. في حادث في الشارع، where we live. But في الشارع اللي احنا بنعيش فيه، but we neither saw space heard anything. But we neither saw nor ولا or ولا and ولا but. عارفين دايما ان neither بيجي معاه ايه؟ neither nor، ان مع الان، neither nor و either or يعني لا ولا، neither no. I had a space a big breakfast that I didn't eat anything else for the rest of the day. I had so a big breakfast a two a big breakfast such enough. طبعا هنا I had وعندنا مين؟ عندنا that، يبقى ما ينفعش to ولا enough، يبقى لإما so لإما such. طب في اسم؟ أيوة، يبقى إيه؟ يبقى such. I don't like space what to do. I don't like telling ولا being told. طبعا الجملة هنا بصف، أنا ما بحبش حد يخبرني إيه اللي أنا مفروض أعمله. يبقى هنا I don't like telling ولا being told ولا to be telling ولا to tell. طبعا هنا I don't like being told، يعني هنا ليه؟ لأن عندنا الفعل like بجوار الفيرب في ing، ولو هو بس يبقى being والتصريف tell. يبقى I don't like being told. علي said that he speaks of feeling ill so he hadn't gone to work. علي said that he woke up ولا has woken ولا had woken ولا didn't woke up. طبعا هنا علي said that he had woken up feeling ill so he hadn't gone to work. علي said that he had woken. ليه؟ لأن عندنا الفعل الماضي بسيط بتحول إلى ماضي تام، عشان عندنا number 2 so he hadn't gone to work. يبقى هنا ماضي بسيط هيتحول إلى ماضي تام. يبقى علي said that he had woken up feeling ill، يعني استيقظ وكان تعبان لذلك ما راحش العمل.
How much money space in the robbery؟ طبعا كم المال اللي سرق في حادث السطو؟ had stolen ولا stole ولا was stolen ولا is been؟ طبعا المال مش هيسرق نفسه، يبقى عايزين الجملة باسف. فين الباسف عندنا هنا؟ letter C was stolen. فعل ماضي بسيط وتحول إلى باسف was our والتصريف التالي. It's a space that nobody was killed in the crash. It's a pity، يعني يا له للأسف يعني. sympathy طبعا بتدل على الرحمة. It's a miracle يعني معجزة. It's a devil يعني شر. طبعا هنا it's a miracle يعني معجزة. nobody was killed in the crash، ما فيش حد مات في التصادم. وطبعا هنا بندور على كلمة miracle يعني معجزة، كمينينج معنى للجملة. The delay is only temporary يعني التأخير ده مؤقت. The adverb temporary يعني كلمة temporary مؤقت can be the opposite to the adverb، ممكن تبقى بديلة لكلمة permanently يعني دائما. gradually بالتدريج. scarcely نادرا. approximately يعني تقريبا. طبعا هنا permanently لأن دي معناها temporary يعني مؤقت، ودي permanently دائم. don't expect Samir to write or send emails. he is a poor space when he is away. he is a poor editor محرر. speaker متحدث. correspondent يعني مراسل. writer يعني كاتب. طبعا هنا ما تكلمش سمير أو ما تتوقعش سمير يكتب أو يرسل إيميلات. he is a poor correspondent. قلنا correspondent يعني إيه؟ مراسل. if my friends had come to the party I wouldn't have been disappointed. لو أصدقائي كانوا جم الحفلة ما كنتش شعرت بالإحباط. the sentence that has a similar meaning to the one above اللي ممكن تتشابه مع الجملة عندنا. my friends welcome to the party هيجم طبعا ولد مستقبل. احنا عندنا الحالة اف الثالثة بتبقى زمن الجملة ماضي. فين الماضي في دول كلهم؟ طبعا هنا letter C و letter D. my friends didn't come هم اصدقائي مجوش. so I was disappointed عشان كده انا شعرت بالاحباط. ولا I didn't feel disappointed because my friends had come لان اصدقائهم. طبعا احنا بنفترض العكس، يعني لو الجملة دي مثبتة يبقى المفروض الجملة التانية بتاعتها منفية، ولو الجملة دي منفية يبقى الجملة اللي قصادها مثبتة. يبقى هيبقى التشويس عندنا ليتر A ليتر C. يبقى احنا اخترنا الاختياري ليتر C عشان عندنا الحالة F التالتة بيقابلها زمن الجملة ماضي. طيب ايه كمان عندنا؟ عندنا الماضي المضارع المستقبل. المنفي بيبقى مثبت والمثبت بيبقى عندنا ايه؟ منفي. عشان كده نختار ليتر C. بالنسبة للباسج what is an ideal holiday for one person may be a very unpleasant one for another. يعني اللي بيبقى اجازة مثالية لشخص ما بتبقاش مساعدة لشخص اخر. The sportiest man likes a kind of a holiday which his lazy friend would find worse than his daily work. Well, the lazy man's ideal holiday الشخص او اللي عنده اجازة او الشخص الكسول اللي عنده اجازة مثالية would leave the sportiest man quiet unsatisfied يعني غير راضي. If I were allowed to choose my own holiday لو انا تركوني ان انا اختار اجازتي I would go on a voyage in a modern passenger هروح في مودرن باسنجر شيب يعني في سفينة كده معدة لراكب حديث. with a swimming pool مع حمام سباحة. even if the sportsman and his lazy friend حتى رجل السبورتسمان اللي هو الرجل الرياضي sportsman and his lazy friend وصدوق الكسول came with me جو معايا they would both be happy هيكونوا أيضا سعداء معي. one would have plenty of games هيكون عنده وفرة من الألعاب and the swimming والسباحة. the other could sit in a comfortable chair يعني هيجلس على كرسي مريح all day طول اليوم looking at the sea ينظر للبحر and drink lemonade ويشرب عصير ليمون. أنا شيب على السفينة. one can do as one likes يعني يعمل كل اللي الواحد نفسه فيه. when one likes if one day I find an interesting book لو وجدت كتاب شيق in the ship's library على سفينة في مكتبة السفينة I can spend the whole day ممكن أقضي طول اليوم day reading it أقرأ هذا الكتاب. and nobody will stop me مفيش حد هيستطيع ان هو يوقفني. perhaps the next day ربما في اليوم التالي I shall want some exercise اكون محتاج some exercise يعني تمرين. well then I can play ممكن العب play games العب العاب with passenger مع الركاب until I am hot لحد ما اشعر بالحر and sweating والعرق and ready for a bath واكون مستعد للبث يعني حمام سباحة.
I can go and sleep. أنا ممكن أروح أذهب وأنام in my cabin في الكابينة بتاعتي at any time في أي وقت of the day في اليوم or night أو في الليل. I can get a cheap drinks. I can get cheap drinks. ممكن نحصل على مشروبات cheap يعني رخيصة during most of the day خلال معظم اليوم. And I can eat as I like. وأكل as I like زي ما أنا بحب. Choosing among a variety of food. واختار التنوع من الفودز الأطعمة. But perhaps the greatest pleasure ولكن السعادة الأعظم of a sea holiday لرحلة البحر أو الأجازة البحر is coming to new ports أروح لمواني جديدة in strange lands في أراضي غريبة and going ashore وأذهب للشاطئ for a few hours لبضع ساعات to see strange places أرى أماكن غريبة eat strange foods وأتناول أطعمة غريبة and hear a strange language talked around us وأسمع لغات غريبة بتتحدث حولي whenever I think of my ideal holiday وكلما أفكر في أجازة مثالية it's the picture of a mysterious foreign city يعني مدينة أجنبية غامضة that comes to my mind تكون تيجي إلى ذهني a sportsman يعني الرجل الرياضي is fond of بيكون مغرم ب playing games يعني يلعب ألعاب reading books يقرأ كتب eating much food يأكل أطعمة much يعني أطعمة كتيرة sleeping early يعني ينام مبكرا طبعا هنا الرجل اللي هو sports is fond of playing games هو رجل رياضي يبقى طبعا بيكون مغرم ب the utmost pleasure of a sea holiday is space يعني أعلى مقدار من السعادة لأجازة البحر coming to new states يعني يروح لبلاد جديدة coming to new harbors يعني يروح لموانئ جديدة meeting people مقابلة الناس going shopping التسوق طبعا هنا ذكرها في القطع coming to new harbors the underlying word one يعني one refers to بتعود عليه عندنا في الباسج اللي هي القطعة يا ترى the lazy man اللي هو الرجل الكسول ولا the passenger اللي هو الراكب ولا the sportsman اللي هو الرجل الرياضي ولا anyone لأي شخص نرجع نشوف one بولينا one أشيب on أشيب على السفينة one can do as one likes يعني الواحد يعمل اللي هو عايزه طبعا one هنا ايه مفروض انها بتطلق لأني one يعني لأي شخص the best title to this passage to this text يعني أفضل عنوان للتكست أو الباسج اللي معانا sportsmen الرياضيين الرجال ولا عندنا lazy people الناس الكسولة ولا a passenger ship يعني سفينة راكب ولا an ideal holiday طبعا هنا an ideal holiday بتكلم عن an ideal holiday people are space in choosing their ideal holiday الناس بالنسبة لاختيار الأجازة بتاعتهم اللي هي الأجازة المثالية different بيكونوا متشابهين مختلفين different ولا alike متشابهين أو مثل بعض يعني ولا the same نفس الشيء ولا similar طبعا alike with the same وsimilar the same من جنلهم نفس المعنى ولكن different يعني مختلفين one of the following isn't mentioned in the passage يعني حاجة ما انذكرتش في الباسج قطعة coming to new ports in strange lands is an enjoyable moment لحظة كويسة a voyage الرحلة البحرية in a modern passenger ship يعني على سفينة ركاب حديثة with a swimming pool مع حمام سباحة would suit the sportsman and his lazy friend هو صديقه الكسول the writer seems to like the sea يبدو ان الكاتب بيحب البحر a voyage in a modern passenger ship would be nice هتكون ضوضاء طبعا بالليتر دي طبعا لم تذكر في الباسج activities on the ship are الأنشطة اللي بتكون على السفينة the same متشابهة similar متشابهة different مختلفة boring يعني مملة طبعا هنا برضو ذكر ان الأنشطة بتبقى different يعني مختلفة الأنشطة اللي تمارس على القارب أو على السفينة بتبقى مختلفة the writer seems to be space concerning trying foods يعني بالنسبة لمحاولة الأطعمة يا ترى adventurous يعني مغامر ولا timid طبعا هنا يعني معتدل ولا selfish يعني أناني
ولا worried يعني قلق. طبعا هنا adventurous، ليه؟ لأن بيقول لنا إن الواحد ياكل اللي هو عايزه. بعد كده بالنسبة ل passage number 2، read the following passage then answer the questions. Today's teenagers are a generation for whom the line between online and real world interaction is practically non-existent. يعني today's teenagers اليوم المراهقين are a generation هم الجيل for whom اللي ليهم the line between الخط ما بين أونلاين الاتصال بالإنترنت and the real world والعالم الحقيقي interaction التفاعل ما بينهم is practically يعني عمليا non-existence يعني عمليا غير موجود. The absolutes of this is myspace.com which began as a social networking site but which now is a night club open 24 hours a day. طبعا هنا the apotheosis يعني على مثال او على سبيل المثال يعني myspace.com يعني myspace.com طبعا .com ده اللي هو الاختصار له الانترنت which began اللي بيبدأ as a social networking اللي بدأ كsocial networking site يعني موقع تواصل اجتماعي but now ولكن او but which now اللي الوقت هو اصبح a night club open بيفتح night club يعني نادي ليلي بيفتح open 24 hours 24 ساعة a day في اليوم 7 days a week و 7 أسابيع في 7 أيام في الأسبوع. myspace currently receives يعني اللي هو اسم المكان بتاعه ده current اللي بيستلم receives more daily visits يعني زيارات يومية than Google and Amazon أكتر من جوجل والأمازون. The site has 40 million members الموقع ده ليه أكتر من 40 members يعني أعضاء 40 مليون عضو worldwide على مستوى العالم each using their personal page كل بيستخدم صفحته الشخصية to email and post bulletins يعني عشان يرسل ويبعت bulletins يعني نشرات blogs يعني مدونات and photos وصور of themselves لأنفسهم. It's precisely that creation of identity يعني مستحق اللي هو creation اللي هو خلق الشخصية which has made it such a teen sensation يعني طبعا sensation هنا طبعا هنا it's precisely the creation طبعا precisely يعني بالضبط that creation of identity يعني خلق الشخصية دي which has made it اللي جعلها much such a teen sensation يعني طبعا شخصية مراهقة حساسة. It's like a voluntary big brother يعني كأخ متطوع كبير for millions of teenagers يعني لملايين من المراهقين. The internet is like a drug الانترنت زي العقاقير أو المخدرات and the madness of the internet وجنون الانترنت and of adolescence المراهقين هرمونز للهرمونات can be an especially potent combination يعني تركيبة كده متداخلة on one occasion يعني في حالة 14 year old Kara met 18 year old David on MySpace يعني في حالة ان يارا اللي عنده 14 سنة قبل ديفيد اللي عنده 18 سنة على الموقع. The relationship العلاقة which began as a friendship اللي بدأت كعلاقة صداقة intensified on the site يعني طبعا تأثرت على الموقع when her parents لما والديها who opposed the relationship يعني عرضوا العلاقة tried to cut off her online access to him يقطع أي علاقات عام الانترنت معاه. Her parents were shot dead by the boy يعني طبعا الولد ده قتلهم يعني أطلق عليهم النار وماتوا. The internet fuels fantasy يعني الخيال بتاع الانترنت أو يعني زوده وقول كده. You can be an internet warrior يعني تصبح كمحارب على الانترنت. An internet hero أو كبطل انترنت. Kids are using these sites to act out fantasy يعني الأولاد بيستخدموا هذه المواقع يمثلوا كده نوع من الخيال. On the internet على الانترنت you are allowed the chance to be the best يعني بتجرب ان انت تبقى الافضل. Besides يعني بالاضافة لذلك lonely and popular يعني lonely يعني فقط lonely and popular or terrible teenagers get offline يعني عدم get offline يتصلوا ب get online يعني يتصلوا بالانترنت and play the rules ويلعبوا ادوار they want to be يعني يبقوا زي أو عايزين يبقوا إيه. It doesn't matter if anyone is actually reading their posting يعني مش بالضبط الأولاد دول عايزين يقرأوا إيه
or not أو يرسلوا إيه. It's just feels good يعني يشعروا فقط إن هو كويس. To let it all out إن كل اللي عندهم يخرج. And see it archived forever يعني archived يعني كده كده كأنه بيحطوه في أرشيف للأبد. طبعا القطع يعني معقدة شوية بس يعني أسئلتها myspace.com works. طبعا myspace.com ده موقع day بيعمل day and night ليل ونهار 7 days a month 7 أيام في الشهر. At night only يعني بيعمل ليلا فقط 24 hours a month 24 ساعة في الشهر. طبعا هو أثبت أنه بيعمل ليل ونهار day and night يعني بيعمل أو 7 days a week 7 أيام في الأسبوع معنى كده أنه هو بيعمل طول الأسبوع. MySpace is a sensation because يعني الموقع بتاعه حساس لأنه teenagers only express their identity here يعني المراهقين بيعبروا عن شخصيتهم هنا. Teenagers build up different identities for their life online يعني بيبنوا شخصيتهم على الانترنت. Teenagers المراهقين are aware of the duality of their real and online identities يعني مسؤوليتهم على الموقع ده. طبعا the teenagers اللي هم المراهقين choose their careers online بيختاروا مهن او وظائف على الانترنت. طبعا teenagers build up a different identity online يعني بيبنوا شخصيه لهم جديده على على الانترنت. طبعا دي برضو مذكوره عندنا في الباسج. Clara's parents were shot dead because طبعا والدي الوالدين ساره الفازر اند ماذر اطلق عليهم النار بسبب they didn't like Clara's boyfriend مش بيحبوا صديقه صديقها. They don't believe an adolescent's love through the internet مش بيحبوا الحب اللي مراهق من على الانترنت. طبعا هنا they wanted to stop Clara from having an online contact with her boyfriend مش عايزين يكون لها اتصال بالبويفريند بتاعها. They refused the marriage of their daughter رفضوا زواج بنتهم. طبعا هنا they don't like Clara's boyfriend لانه مش بيحبوا اللي هو الصديق اللي هي بترسله. وطبعا هو في الاخر اطلق عليهم النار. The internet fuels fantasy طبعا الانترنت في خيال الانترنت او لبشع الخيال الانترنت because people can't be whoever they want to be عايزين يعني الناس بتبقى على الانترنت يعني بيبقى عايزين يبقوا ايه على الانترنت ده. طبعا دي فعلا موجودة because the internet is a world of magic يعني خيال او سحر العالم. because the internet is virtual يعني طبعا رزيلة. because people can't find jobs مش بيجروا عليه jobs easily طبعا خطأ هي letter A because people can be whoever they want whoever they want. the synonym of the word currently عارفين current synonym يعني مرادف. مرادف كلمة currently طبعا currently يعني الحالي المرادف ليها currently. the synonym of the word currently is in the past يعني في الماضي in the past. ولا عندنا incredibly يعني معقول. ولا in the present في الوقت الحالي. ولا hopefully طبعا in the present. currently يعني حالا معناه in the present في الوقت الحالي. What danger is presented by internet addiction يعني ايه الخطر اللي يتقدم من على الانترنت addiction ادمان الانترنت. Young people use the internet everywhere بيستخدموه في كل مكان. Young people don't usually see their virtual friends مش بيشوفوا أصدقائهم الرازلين يعني. Young people don't see the difference between their real life and their virtual life يعني مش الشباب ما بشاهدش الفرق ما بين حياته الحقيقية والحياة الافتراضية. Young people don't communicate with their relatives ما بيتواصلوش مع قريبهم. When using the internet لما بيستخدموا الانترنت طبعا هي letter C عندنا. Young people don't see the difference مش بيجدوا أو مش بيشوفوا الفرق ما بين الحياة اللي هو الريال الواقعية والفيرشوال الافتراضية. What is the best title to the passage يعني أفضل عنوان للباسج القطعة اللي معانا. The ways of logging onto the internet طرق للاتصال او الدخول على الانترنت.
The internet as a way of communication. الانترنت كوسيلة تواصل. The advantages of the internet يعني مزايا الانترنت. The internet as a world of fantasy. طبعا هنا the internet as a world of fantasy يعني الانترنت كده كعالم من الخيال. The underlying word pollutants is similar in meaning يعني كلمة pollutants اللي هي نشرات بتساوي في المعنى reports يعني تقارير reports. Images صور. Videos يعني فيديوهات. Arrows يعني سهام. طبعا هنا reports ريبورتس يعني عندنا ريبورتس يعني تقارير. If we cooperate with the government many of our country's problems will be solved. طبعا في الترانزليشن هنا إذا كنا نتعاون مع الحكومة كان كثيرا من مشاكل بلدنا ليتم حلها. طبعا تركيبتها كده مش لو كنا تعاوننا. طبعا هنا if we cooperate ده مضارع طبعا ما ينفعش لو كنا. طبعا لو كنا دي ماضي فمفروض دي خطأ. إذا تعاوننا مع الحكومة فسيتم حل كثير من مشكلات بلدنا. طبعا دي future ماشي. إذا تعاوننا طبعا برضو تعاوننا مع الحكومة فقد يتم حل كثير من مشاكل بلدنا. طبعا هي letter سي عندنا فسيتم اللي هي مستقبل اللي هي will be يعني طبعا هنا فسيتم يعني حاجة بيعبر عن الفيوتشر يبقى هنا letter C. Sport strengthens our bodies, protects us from diseases and teaches us cooperation, perseverance and patience. تقوي الرياضة أجسادنا وتقينا من الأمراض وتعلمنا التعاون والمثابرة اللي هي perseverance والصبر اللي هو patience. تقوي رياضة أجسادنا وتمنعنا من الأمراض هي تقينا. طبعا دي خطأ. تقوي رياضة أجسادنا وتقينا من الأمراض وتجنبنا التعاون هي طبعا هي teaches يعني تعلمنا فطبعا دي خطأ. وتعلمنا التعاون والمصابرة طبعا هي وتعلمنا خطأ هي تقينا. وطبعا هنا letter A. كل طالب في القاعة يسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط عندما يصل إلى قسم الرياضيات. Every student in the classroom is allowed to use the calculator only when they reach the math section. طبعا هنا only every student in the classroom is able to. قادر على هو يسمح له is allowed letter A. Every student in the class is obligated يعني اضطر فطبعا برضو خطأ هي يسمح allowed. Every student in the classroom can't use لا يسمح له أو لا يمكنه استخدام طبعا دي خطأ يبقى احنا عندنا letter A is allowed to يعني يسمح له ب. عندما استلمت نتائج الامتحان أدركت أنني كان يجب أن أبذل مجهودا أكبر. When I received the exam results I realized that I should exert greater efforts. طبعا هنا طبعا ده استدراك شيء في الباست الماضي يبقى مفروض أقول ما استخدمش should لأن should دي نصيحة should بلس infinitive دي advice ولكن مفروض يجب أن نعمل حاجة في الباست يبقى should have في التصريف التالي فطبعا letter A ما تنفعش. When I received the exam result I realized that I should have exerted طبعا هنا should have exerted the greater efforts دي صح. نشوف كده numbers letter C برضو. When I received the exam results I recognized طبعا recognize يتعرف على فدي خطأ. When I received the exam results I realized that I can't have لا يمكن exerted طبعا خطأ يبقى احنا هنا should have والتصريف الثالث letter B. Which of the following sentence is punctuated correctly يعني علامات الترقيم فيها صح. He said I wanted to go to the party طبعا المفروض ان في كومة هنا بعد said فدي خطأ. He said I wanted to go to the party طبعا هنا letter B. He said طبعا هنا letter B. He said I want في two commas I want to go to the party وطبعا حط الكوم الفلسطوب وخد بالكم انه محطوطه بعد الكوتيشن ماركس علامات التنصيص برضو خطأ. الكوتيشن ماركس دي بتقفل الجملة من بره يبقى نقطة جوه فدي خطأ. He said برضو مفيش هنا كومة. He said في كومة هنا وبعدين فتح الكوتيشن ماركس I want to go to the party حط فلسطوب وبعدين حط الكوتيشن ماركس يبقى احنا عندنا letter D هي أدق إجابة. ناخد بالنا في الامتحان الجملة عايزة ايه بالظبط. My teacher Mrs. Elizabeth told us about the kingdoms that existed for hundreds of years in Africa. Which words in the sentence should be capitalized? طبعا مين اللي مفروض نعملها capital يعني حروف capital. Mrs. Elizabeth hundreds
طبعا مسز اليزابيث هاندردز دي خطأ، مفروض مسز اليزابيث ماي تيتشر، برضو ماي تيتشر خطأ. مسز اليزابيث افريكا، افريكا المفروض تبقى كابيتال، والاي هنا كابيتال فدي برضو خطأ. هنا مسز الام كابيتال واليزابيث الاي وافريكا طبعا دي صح، يبقى هنا لتر ايه، هنا لتر هنا لتر دي. when we write a biography يعني نكتب السيرة الذاتية، we should طبعا بنتجنب invent incidents، invent incidents يعني اختراع حوادث to make the person famous عشان تجعل الشخص ده famous يعني مشهور. tell facts about the person طبعا biography يعني نقول الحقائق عن الشخصية دي. say nothing about the person's wrong deeds يعني ما نقولش حاجة صح عن الشخص ده. force people to love the person نجبر الناس على حب هذا الشخص. طبعا هنا when we write a biography we should tell facts about the person يعني نقول الحقيقة عن الشخص، ان انا بحكي قصته او حياته الذاتية. narrative essays، narrative essays يعني المقالات الروائية. should be interesting to impress the reader يعني يجب ان هي interesting شيقة عشان تجذب القارئ. should contain imaginative incidents يعني يكون فيها حوادث خيالية to make suspense عشان يكون في كده نوع من suspense اللي هو التشويق. can't tell real or imaginative stories تحكي لنا قصص خيالية أو غير واقعية طبعا حقيقية أو خيالية. all of the above طبعا كل ما سبق، all of the above يعني كل ما سبق، لأن كل الحاجات دي مفروض بتكون موجودة في narrative essays. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من التست أو من الفاينل تست نمبر 18 نموذج 18، وانتظروا باقي النماذج، ومع تمنياتي للجميع بالنجاح والتفوق والفول ماركس في جميع المواد، والسلام عليكم.